وبنبدأ معاكم نهارنا دايما بالاخبار، ومعانا في الاستوديو محمد طلعت الهواري صاحب جريده المصري. صباح الخير يا صباح محمد. الخير يا صباح دينا، الخير. اهلا بيك. نبتدي على طول من جريده المصري اليوم. مجلس الوزراء تحت الحصار، اهالي الدويقه يبحثون عن شقق، وحمله الماجستير والدكتوراه والعاملون بالري يطالبون بالتعيين. من اهرام الصفحه الاولى، انتظام العمل في هيئه النقل وتعليق الاضراب حتى مطلع العام. الأهرام الصفحة الأولى، بدء العد التنازلي لبرلمان الثورة، 27 محكمة استئناف تستعد لتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب. المصري اليوم الصفحة الأولى، معارك الانتخابات تبدأ مبكرا، انقسام في الوفد والإسلاميون يكثفون تحركاتهم. الأخبار الصفحة الثالثة، رسالة من مرشح الرئاسة للمجلس العسكري اليوم للمطالبة بإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور. المصري اليوم الصفحة الأولى، حزب الإخوان يحذر المجلس العسكري من الاستمرار في السلطة حتى وضع دستور جديد. أبقى في تحذيرات دلوقتي ها؟ المصري اليوم الصفحة الأولى، الوطنية للتغيير تدعو لمليونية جمعة رفض البيان والسيادة للشعب. الأخبار الصفحة الثالثة، طنطاوي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي دعم التعاون العسكري. هو مش دعم التعاون العسكري بس يعني. لا، هو كان في طبعا تفاصيل كتير جدا طيب في يلا اللقاء. خلينا اتفضل. يعني احنا عندنا، لو نلاحظ ان الاخبار كلها مرتبطه ده الى حد صحيح. كبير ببعضها. احنا شايفين مزيد من الاعتصامات ومزيد من الاضرابات والمطالبات والاحتجاجات الفئويه والوقفات الاحتجاجيه، ولكن دايما احنا يعني بنتعود ان احنا نرد كل شيء لاصله. خلونا نعترف ان في مناخ من عدم الثقه. المناخ ده كان موجود على مدار 30 سنة الماضية، وأصبح بيتزايد للأسف الشديد بعد الثورة، وده لأسباب كتيرة جدا. يعني أولا، إحنا شايفين الإعلام على سبيل المثال بعد الثورة جميعا كله أخطأ في عدة أخطاء، من ضمنها أنه لم يعرف المواطن المصري ما هي الثورة، ولم يعرف المواطن المصري ما هي السلبيات التي قد تحدث، وما هو دورك أنت كمواطن مصري عشان صحيح. تتلافى هذه السلبيات. في نفس الوقت، ان الاعلام يعني اهتم بفكره فلان قدم بلاغ بيتهم فلان بالفساد وفلان، فاصبح يعني الصوره اللي واضحه للناس ايه ده، البلد كلها بقى ناس فاسدين. فاسده. الا ان بعض الصحف خدت قرار بانها لن تنشر مثل هذه البلاغات، وستكتفي فقط بنشر تحقيقات النيابه و يعني القرارات بتاعت المحاكم في القضايا المختلفة، ولكن لن يتحدث عن تحريات، لأن التحريات والبلاغات بتتحدث عن وجهة نظر اللي بيعدها أو على وجهة نظر اللي بيقدمها. وخليني كمان أضيف على كلامك إنه احنا طلبنا يمكن في البداية خالص إن يبقى في بعض اللجان متخصصة لمناقشة الحاجات دي، أكيد وبعض اللجان التانية بقى تشوف البلد رايحة فين. تمام، بس طبعا ده ما حصلش. يعني كان حاجات كتير. النقطة التانية انه كمان الإعلام عامل ازاي، يا جماعة فلان هيتحكم بتهمة الخيانة العظمى، فلان هيتحكم بكذا، فلان هيتعدم، فلان فلوسنا فلان هترجع. فلان، الفلوس هترجع. بقى في حالة من حالات الأماني، غير طبعا انه تحول النفاق من الرئيس السابق حسني مبارك إلى نفاق الثوار، ثم إلى نفاق المجلس العسكري في أوقات كثيرة جدا، وده يعني متشاف. أنا مش بقول كلام، لا مش طبعا ده بتجنى على متشاف حد، لا يعني خالص، ده متشاف أنا مش وموجود في كل بتجنى حتة على حد، يعني. ولكن في النهاية خالص إن لما جه القضاء في بعض الحالات علشان يقول كلمته وفقا للقانون ووفقا للإجراءات ووفقا للتحريات والتحقيقات وإلى آخره، وتم تبرئة بعض رموز النظام السابق، أصبح الشعب المصري يوجه اتهاماته إلى القضاء أن هذا القضاء مسيس ومخترق، ثم بدأ يوجه سهامه إلى الإعلام أن هذا الإعلام منافق ومخترق. ومن هنا طول ما احنا شايفين الفترة اللي فاتت في مجموعة من المطالبات، مطالبات لها علاقة باستقلال السلطة القضائية، مطالبات لها علاقة بتطهير الأجهزة الإعلامية وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق. اسمح لي محمد، طب ده كان طلب من المطالب ولسه الأولية بيتكرر، بالظبط. وهو ده من ضمن حتى الحاجات اللي احنا هنتناقش فيها بالنسبة لجمعة اللي مدعو ليها رفض البيان وسيادة الشعب. في كل الأحوال، إن مفيش ثقة بين صحيح. الشعب ومفيش ثقة بين الحكومة أو الجهات القائمة على يعني تسيير الأمور وحل الأزمات اللي موجودة في مصر، ما عندناش لجنة لإدارة الأزمات، ما عندناش منهج لإدارة الأزمات في مصر. قد يكون موجود على مستويات عليا جدا تتعلق بجهات سيادية في الدولة، ولكن المفروض إن إدارة الأزمات دي تكون متخللة كل ده صحيح. المؤسسات في الدولة. يعني أتوقع أزمة ما قبل حدوثها في قطاع ما، وأخد بسرعة حلول لحلها من المنبع قبل ما تحصل حتى. ولما يكون عندي أزمة زي اللي حصلت، أزمة النقل العام أو الأزمات بتاعت الاحتياجات الفئوية أيا كانت، لازم أطلع منها بدروس مستفادة لا وأعمل أكيد. خطط تبقى موجودة عندي وجاهزة للتطبيق وفيها هامش كبير جدا من المرونة، ولكن ده ما حصلش. أعتقد أن حل هذه المسألة يتعلق بالآتي: أن يكون هناك وعود واضحة جدا للناس ودراسة حقيقية
للناس طبعا وللمطالب بتاعتهم، شفافية. ونديهم هامش زمني زي ما في الثوار بيطلبوا مثلا من المجلس العسكري جدول زمني زمني لنقل تحقيق السلطه. المطالب. فاعتقد ان اهالي الدويقه وحمله الماجستير والدكتوراه والعاملين بالري وقبل منهم كان عمال النقل العام برضو مطالبين، او الحكومه مطالبه انها توفر لهم جدول زمني، احنا امكانياتنا كذا، لازم كذا يكون في شفافيه، واللي صح احنا نقدر نعمله في خلال شهرين هو كذا، وفي خلال 6 شهور كذا، وتلتزم الحكومة بهذا الأمر ويكون في رقابة عليها سواء من الناس اللي بتطالب أو من الإعلام أو من منظمات المجتمع المدني المختلفة. لا، اصل الحكومه اللي موجوده دلوقتي حكومه تسيير اعمال، ما يعني دي أزمة، حكومه مش حكومه قرارات، احنا يعني عايزينها، احنا عايزين حكومة مصر، يعني بالظبط احنا عايزين بس نشتغل ونعمل اللي علينا، اصل الموضوع ملوش علاقة بتسيير أعمال واللي يجي بعد مني بقى يبقى يحل، ما انا لازم ليه ما أسسش انا من دلوقتي بالظبط. سيستم، احنا عايزين سيستم. ده حتى ليه علاقة بالخبر التاني طبعا بتاع النقل العام. انتظام العمل في هيئه النقل وتعليق الاضراب حتى مطلع العام. هنا اللي حصل ايه؟ ان العمال في النقل العام سواء السائقين او الكمسارية او الميكانيكية او ما الى ذلك، تم وعدهم بحل المطالب بتاعتهم، ومن هنا العمال قالوا الاتي: ان احنا هنعلق الاضراب بتاعنا الى مطلع العام القادم، يعني شهر يناير 2012، لحد ما نشوف الحكومة هتنفذ ايه من الطلبات اللي احنا اتكلمنا فيها. وهو ده اعتقد اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لازم بالظبط يكون في صحيح. جدول زمني واضح جدا، هنعمل واحد وهنعمل اثنين وهنعمل ثلاثة، علشان الناس تبقى في ثقة ما بينها وما بين الحكومة، علشان ما طب هل نوقفش. الحكومة ردت؟ أصل يعني لو هو ده من جانب عمال النقل، هل الحكومة ردت يعني قالت لهم يعني في خلال الشهرين دول هيتم حاجة؟ أصل ممكن أنا من نفسي أنا اللي عاملة الإضراب، فأنا بقول دلوقتي أنا هوقف الإضراب ده لحد أول السنة، بس هو محدش في سامعني بقى مشاورات، الناحية التانية. لا هم في مشاورات شغاله طبعا بقى لها فتره حوالي 17 يوم مثلا، والحكومه وعدت انها هتزود حافز الاسابه، هتزود بعض البدلات، وانها هتبحث المطالب بتاعت العمال، ومن هنا جت الخطوه بقى من جانب العمال نفسهم، خلاص طب احنا هنعلق الاعتصام. الاعتصام طبعا احنا شفنا لما كانت الاتوبيسات واقفه وسد شارع القصر العيني والحياه كانت متوقفه ازاي، فالموضوع يعني، ومع ذلك الامور كانت كانت ماشيه، ماشية. يعني ما لهاش علاقه لا، ومطالب مشروعة، خلينا نرجع المطالب، نقول ما هو المطالب مطالب مشروعة. مشروعه، بس قصدي انه يعني انت عارفه دايما بيحصل مشاكل يقول لك الناس في التحرير لا، ما هو لا، يعني الحياة، بص يعني الحياة بتمشي. جريدة الأهرام الصفحة الأولى: بدء العد التنازلي لبرلمان الثورة، 27 محكمة استئناف تستعد لتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب. مجلس الشعب. هو في انتخابات؟ احنا في انتخابات ولكن الموضوع على ارض الواقع بقى، احنا عندنا التحالف الديمقراطي بيضم حوالي 47 حزب، ده وعندنا صحيح. الكتله المصريه بتضم حوالي 15 حزب، وعندنا التيار الثالث بيضم بعض الاحزاب الجديده، تمام؟ وعندنا طبعا الاحزاب الاسلاميه، الاحزاب الاسلاميه مختلف توجهاتها، احزاب الجماعه الاسلاميه، احزاب الطرق الصوفيه، يعني المشهد بقى يعني بسم الله ما شاء الله عندنا احزاب كتير يعني. وشايفين بقى مجموعه من البيانات اللي بتطلع من الاحزاب: انا هترشح، انا هنزل 150 مرشح، انا هترشح على 40% من المقاعد، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، لا احنا هننزل في قائمه مع بعض، لا احنا هننزل في قائمه منفصله. في كل الاحوال البرلمان ده لازم يكون برلمان معبر عن الثوره. احنا نتمنى. شفنا حاجه مهمه جدا حصلت في انتخابات القيادات الجامعيه، ان كل من عارض وجود قيادات محسوبه على النظام السابق اصر على مبدا جديد في الحياه الجامعيه، وهو مبدا انتخاب القيادات الجامعيه، عشان ده كان طلب، العميد وطلب عميد أساسي الكليه ورئيس الجامعه. بس كان وبعد بيتم تعيينه من قبل أمن الدولة في الأول، صح؟ يعني هم كانوا بيبقى ليهم دور كبير جدا فيها، انه بعد مشاورات كبيره وبعد وعود وتراجع ووعود وتراجع، عملنا الانتخابات. فاسفرت الانتخابات ان معظم العمداء اللي جم هم من المحسوبين على النظام طب ده السابق. يدينا درس بقى ان هو طبعا الجميل في الموضوع ان تم قبول هذا الامر، لان الناس دي جات عن طريق الانتخاب. كيف تم انتخابهم؟ دي حاجه ممكن تبقى علامه استفهام في الفتره اللي جايه، احنا سامعين بعض الكلام، مش عايزين نشكك في نزاهه حد يعني، ولكن هنقول ان الانتخابات دي كانت انتخابات نزيهه. دي انتخابات جامعيه، ربما تم استخدام بعض الوعود فيها لبعض الناس علشان تروح تصوت لصالح حد معين، ولكن احنا بنتكلم على بقى انتخابات مجلس الشعب، حيث مش الوعود الانتخابيه، حيث المال، حيث العصبيات، حيث البلطجه.
احنا نتعشم ان ما يكونش فيه تزوير طبعا، ده الاخ الرابع بتاع الاربع حاجات اللي احنا قلناهم، ولكن برلمان القادم هو برلمان مختلف وبرلمان مهم جدا في حياتنا كمصريين، ده اللي وفي بتمناه، استعدادات. في استعدادات. بس احنا كان في مطالب برضو قبل البرلمان ده لو تسمح لي يا محمد، يعني احنا طالبين طلبات كتيره جدا وطلبات مشروعه ومطلوبه، اكيد تفعيل قانون الغدر او حتى العزل السياسي للحزب الوطني للي كانوا تعديل موجودين قانون قبل كده، الانتخابات نفسه، تعديل قانون الانتخابات نفسه، وعندنا كمان الامن، استرداد الامن نفسه، يعني ده مهم عندنا جدا. هيكله الشرطه، يعني عندنا استقلال، يعني عندنا مثال، احنا باك تو سكوير وان زي ما بيقول، احنا لا بنرجع يعني مره تانية. احنا اتمنى ان يعني انا مش عايز يعني لحد اللحظه دي انا مش عايز افقد تماما الامل لا في ما حدش الوضع يفقد الامل، الحالي. بس يعني يبقى في حاجه بتساعد برضو. ما هو لازم يكون في حاجه بتساعد، لو كل الناس اشتغلت علشان خاطر مصر ما اشتغلناش علشان مصلحتي في ان انا يبقى ليا كرسيين في البرلمان، يعني تخيلي ممكن يعني مش عارف اقول ايه والله، يعني ان ممكن احزاب في النهايه خالص هيبقى نصيبها من البرلمان القادم كرسي او كرسيين، فعلشان خاطر الكرسيين دول ممكن يعمل يعمل حاجه اي ضد حاجه، مصلحه مصر السياسه كلها. لعبه مش سهله. فلا يعني عايزين يبقى في يعني هم حتى الدوله ماشي في حاجات كويسه ان هيكون في رؤساء محاكم هم اللي هيتلقوا الاوراق المرشحين، فبالتالي من الاساس كده مش هيبقى في تلاعب، المفروض ان مش هيبقى في تلاعب. في نفس الوقت استبعاد الرموز بتاعت الحيوانات والشعارات الاسلاميه هتستبعد، يا ريت، بنتمنى. يعني كل دي امور كويسه جدا، ولكن ده لازم يكون معاه زي ما قلنا فكره تعديل قانون الانتخابات، قانون الغدر، كل دي حاجات بيتم دراستها حسب اللي منشور في بالظبط. الصحف، ولكن محتاجين تفعيل اكتر قبل الانتخابات على طول. والمشكله كمان ان يعني الشعب حاسس انه السياسيين والاحزاب في جهه والشعب المصري في جهه تانية خالص. هو النخب طول الوقت للاسف الشديد كانت في جهه والشعب في جهه، وما زال هذا الامر مستمر. وعلشان كده لو نفتكر قبل غزوه الصناديق او قبل طبعا، وجمعه مساله قندهار. قبل الموضوع بتاع التعديلات الدستوريه، ونعم ولا لا على التعديلات الدستوريه، النخبه كلها او معظم النخبه كان بيتكلم في اتجاه لا للتعديلات الدستوريه وخلاص، وكأن المعركه حسمت تماما، ولكن الشعب راح قال نعم التعديلات الدستوريه 77%. فاعتقد ان من اليوم ده كان واضح جدا ان في فجوه كبيره جدا بين النخبه وبين الشعب. الفجوه دي بتزيد، وللاسف الشديد انا اسف ان انا بقول الكلام ده، ولكن يبدو ان الفجوه بدات تظهر كمان بين الشعب وبين شباب الثوره. شباب الثوره محتاجين لتواصل حقيقي ده مع حقيقي. الشعب. ربما يكون في بعض الوجوه من شباب الثوره اللي اصبحت مكرره للاسف في الفتره الاخيره وبتقول كلام قد لا يلقى قبول حتى عند المواطن العادي. لازم ننزل للناس ولازم نتفاعل ده مع الناس صحيح. اكتر يعني، واذا كنا بنتكلم ان النخبه في فجوه بينها وبين الشعب، لا يصح ان تكون هذه الفجوه قائمه بين شباب الثوره، لان احنا عندنا القدره ان احنا ننزل للناس، طبعا. ربما النخبه ما عندهاش القدره دي. لا، هو اصل الثوره قامت كلها كان عيش حريه عداله اجتماعيه، فيعني نتمنى الناس تحس بقى بالمصطلحات دي بنتمنى. مش